دي توقعات حصرية لقناة أنا وهي والنجوم. في ناس كتير عمالة تسأل يا ترى إيه نهاية اللي بيحصل في العالم، يا ترى في حرب جديدة، يا ترى إيه اللي هيحصل مع روسيا وأوكرانيا، حاجات كتيرة قوي. في بوادر فيروس موجود حاليا في آخر 2022، يا ترى 2023 العالم هيبقى عامل إيه؟ دي توقعات حصرية لقناة أنا وهي والنجوم، توقعات 2023، ودي توقعات حصرية لهم. ونبدأ بتوقعات الحرب اللي دايرة مع روسيا. مين اللي هيكسب في الحرب دي؟ روسيا، واحنا هنا بنتكلم على روسيا كدولة، أوكرانيا، وبنتكلم على أوكرانيا كدولة. يعني إيه؟ يعني احنا ما بنتوقعش الحاكم الدولة، احنا بنتوقع للدولة في حد ذاتها. تمام، الحاكم يموت، يتراجع، يخلي حد تاني يمسك مكانه، وارد. لكن احنا بنتكلم هنا على حاجة واحدة، النتيجة ايه؟ بقوة نتيجة الحرب اللي حصلت في روسيا، بقوة روسيا هتكسب. صحيح روسيا ممكن تبقى عاملة بعض الضغوطات، بعض الخسائر، بعض المشاكل، لكن مهما وصل الأمر ففي النهاية روسيا هي اللي هتبقى كسبانة، وكسبانة كتير. صحيح الخسائر هتبقى على الطرفين بين روسيا وأوكرانيا، ولكن في النهاية روسيا ممكن تتعرض لأزمات، لبعض العمليات الانتحارية داخل روسيا نفسها، بعض الشد والجذب، بعض الخسائر في أوكرانيا، ولكن في الختام روسيا هتكسب أوكرانيا، والكلمة العليا هتقول لروسيا. ويمكن في بداية 2023 الرقعة هتزيد، مش هتبقى أوكرانيا بس، ومش هتبقى روسيا بس، وارد ان احنا نخش نشوف دول تانية. طب هل في فيروسات او في حجر او في اوضاع مش كويسة في 2023 صحيا على مستوى العالم؟ على مستوى العالم احنا في 2023 احنا راجعين ل 2020 من الاوبئة والفيروسات وحالة الحجر بشكل او باخر. هتبقى في بعض القيود بشكل كبير، ممكن بعض المهرجانات، بعض المؤتمرات في 2023 تتلغي علشان خاطر في مشاكل صحية وفي احتياطات لازم تتاخد. طب امريكا والدولار والاقتصاد العالمي ايه الوضع واللي هيحصل في 2023؟ الدولار في حد ذاته في 2023 هينزل الدولار لحد ما يبقى خلاص ان الدولار بيقع، فيبدأ انه يقوم، وبعد كده الدولار مش هيبقى العملة الرسمية. 2023 بداية انهيار الدولار كعملة رسمية للاقتصاد العالمي. طب في عمليات ارهابية، في بعض المشاكل، في بعض الحروب، في وجع قلب في 2023 على مستوى العالم. نقدر نقول ان 2023 هتكون سنة ايه؟ باختصار 2023 سنة الاحمال والاعباء، سنة السرقة، سنة النصب، سنة التربيط، سنة بعد الضيق الفرج. ده بالنسبة على مستوى العالم. يعني ايه؟ يعني فجأة ضرب من اسرائيل في مناطق في فلسطين، في بعض الشد والجذب في اليمن، في سوريا، في ايران، في الصين، تايوان، على مستوى العالم والدنيا خلاص اول ما توصل انها بتضيق وشم حروب ولا اخره. فجأة احنا هنا بنتكلم بشكل عام على كافة الدول، بعد الضيق الفرج، بس بعد خلاص مناوشات، اعلانات حروب، بعض الشد والجذب، بعد كده الاوضاع هتختلف كليا. طبعا عندنا وفيات في 2023 لفنانين مشهورين في مصر، ومش هنقول اسامي، مش هنقول اسامي. اذا انت بتعلم الغيب وبتقول مين اللي هيموت ومين اللي مش هيموت، احنا قلنا قبل كده ان احنا ما نعلمش الغيب، بس دي زي توقعات. 2023 مش هيبقى فيه وفيات اللي هي كتيرة قوي، لا، هتكون سنة سطوع بالنسبة للمشاهير، لكن هيبقى فيه خيانات كتيرة، ممكن يبقى فيه فضايح كتيرة، هيبقى سنة الفضايح بالنسبة للمشاهير في 2023 اكتر من وفيات. يعني الغلبة هتبقى فضايح عن وفيات. طب الاوضاع في 2023 بشكل عام عاملة ايه؟ 2023
على المستوى الاقتصادي بالنسبة للأشخاص نفسهم سنة البدايات، سنة الاستقرار، تمام؟ صحيح هيبقى في بعض المشاكل زي ما احنا قلنا في حالة الضغوطات والشد والجذب والعملات والكلام ده كله، ولكن الأوضاع بعد كده هتبدأ انها تتغير. دي توقعات حصريا. أبرز ملامح 2023 والحرب الروسية والدولار والأوضاع في 2023 حصريا لقناة أنا وهي والنجوم.